لو كان ما فيش ديفرنس يبقى كولج خلاص انا هلبس ايفشنو. انا في التصرف بتاعي خدت قرار الاثنين. هنا القرار الاول ليا يا اما اكسبت قلت اكسبت ما فيش ديفرنس. هو فعلا ما فيش ديفرنس يبقى كلامي صح تمام. لا اما انا قلت ما فيش ديفرنس ولا هو في ديفرنس ده بيسموه بيتا ايرور. بيسموه ايه؟ بيتا ايرور. دي افهمها بيتا ايرور هو تايب 2. احفظ كده الفا يعني واحد وبيتا يعني اثنين تمام. ده بيتا ايرور. بيتا ايرور او تايب 2 ايرور. تمام. طيب لو هنا مفيش ديفرنس بس انا قلت فيه في ديفرنس صرت رميها كده ايه خطا بيسموه الفا ايرور او تايب 1 ايرور. اوكي طب خليك عيدها تاني عيدها تاني. هنا طبعا لو هو ايه مفيش فرق وانت قلت مفيش فرق يبقى ايه صح مفيش فرق. أنا أنا انا في عملت تجربه بين فرق بين دوين تمام. هيطلع معايا احتمالين لا مفيش فرق لا في فرق. طيب مفيش فرق طب في الحقيقه مفيش فرق ماشي. في الحقيقه ايه؟ مين اللي قال في الحقيقه دي؟ افترض ان انا كباحث عملته قبلك متاكد تقول لي في دراسه قبل وانا بعيد ممكن. او انا اللي اكون عملتها او انت عملتها بس انت مخترع طلعت النتيجه معايا كده انت مخترع تمام. احنا عايزين نعرف ده اسمه ايه هو؟ السيشن ميكنج ايرور يعني خطا في اتخاذ قرار. اه ايوه تمام. ايوه انا النتائج طلعت معايا كده. هو في الواقع في الحقيقه الدوليين مفيش بينهم فرق هيبقى ايه؟ نو ديفرنس. يبقى الاتش نوت دي حقيقيه تروح لان في فرق. ففي فرق يبقى الاتش نوت يبقى دي الترنيتيف يبقى الاتش نوت دي مش حقيقيه. مش سيجنيفيكت. بس احنا مش بندور على سبيكتس. احنا بندور هل القرار اللي خدناه مطابق للواقع ولا لا؟ هل القرار اللي انت خدته يعني هل نتيجتي دي فعلا صح ولا لا؟ ولا خطا؟ تمام؟ ردنا مين؟ اسمع هنا معايا دوين تمام. لو كان مفيش بينهم فرق يبقى ترو الاتش نوت ترو. لو مفيش فرق نو ديفرنس. الدوين زي ايه؟ يعني اي دوين؟ مفيش تأثير. لا مش تأثير. تأثيرهم زي بعض. نو ديفرنس. مفيش فرق بينهم. تمام؟ أو الفرق اللي حاصل نتيجة الحظ. هنا في فرق. تمام. لما يكون في فرق يبقى دي ألترنيتيف. معناها الاتش نوت إيه؟ فولس. تمام. خلاص؟ طيب ده الواقع. أنا جيت اشتغلت وهاخد قرار. خلاص؟ لو انا هي اساسا نو ديفرنس تمام اتش نوت ولو قلت نو ديفرنس يبقى صح. لان كلامي طابق الواقع او شغلي طابق الحقيقه تمام. طيب انا اشتغلت هما في فرق بينهم بس انا ما عرفتش اطلع الفرق ده. انا مش عارف اطلع الفرق فقلت ايه ده ما فيش فرق نو ديفرنس اتش نوت هو في اصلا يبقى دي اسمها بيتا يبقى دي اسمها بيتا هو بيتا تايب 2 هي نفس كلمة بيتا هي نفس تايب 2 ماشي. لو جاء قال لك تايب 2 أو قال لك بيتا الاثنين زي بعض معناها إنه في ديفرنس وأنا ما عرفتش أنت قلت مفيش في ديفرنس ما قلت إيه؟ مفيش. طيب لو مفيش قلت فيه يبقى ده خطأ برضه اسمه ألفا تمام ماشي. لو في وأنت قلت دي خلاص خلاص يبقى دي يبقى حاجة من اتنين. لا مفيش فرق أصلا وأنا قلت فيه. أه لا في فرق مش فرق كلامك صح. لا مفيش فرق أساسا مفيش فرق أصلا وأنا قلت فيه. يبقى ده ألفا. ألفا بالأرقام العادية اللي هي 1. طيب 1. لأن في فرق وأنا قلت عليه مفيش. طيب. أه واضح؟ أه.
تكلمش بقى تاني يعني؟ لا عشان لو تكلمنا تاني هنساه. طيب خلاص؟ التايب 1 اللي هو احنا قلنا ايه؟ الالفا دي قلنا قبل كده تساوي ايه؟ الالفا 5% اللي هي 5% اللي هي بتساوي بي واي. تمام والبيتا؟ البيتا دي بقى بتساوي من 10.1 الى 0.2 واسع شويه 0.1 الى 0.2 دي احنا بنستخدمها في حساب الباور ستادي باور. تمام الباور تحت الستادي لو انا هعملها حسابين يعني بتساوي 1 ناقص بيتا. ماشي 1 ناقص ايه؟ دي الباور تحت الصفر. ايه يعني الباور تحت الصفر دي؟ ايه معناها؟ ايه يعني الباور؟ قوة تحت الراس بتاعتك. هي مدى احتمال probability of making a correct decision. مدى احتمال ان انا قراري صح. دي انا الكلام بقوله صح فالاحتمال ده بيساوي 1 ناقص بيتا. كل ما تصغر البيتا الباور بتاعتك تزيد ولا تقل؟ تزيد. صح شكرا. يعني بمعنى اصح لو انا خليت دي يعني 1% 10 ودي 20% هتبقى الباور بتاعتي تتراوح ما بين 80 و 90. صح كده؟ كل ما تقل البيتا كل ما يزيد ايه؟ الباور. ماشي؟ انا بحاول ايه اقلل البيتا على قدر ما استطيع. طيب ازاي انا ايه الحاجات اللي تتقسم لي في الباور؟ الباور دي معتمد على ايه؟ على كذا حاجه. زي في حاجه في حاجه احنا قلناها بقى مهم جدا بيقسم لي في الباور دي فاليو ماشي يعني غير حاجه مهمه جدا في حاجه قلناها مهمه جدا بتاثر في الباور قلنا عشان كده لحد 95 ما خدهاش 90% sample size. انه كل ما تكبر السامبل سايز كل ما الباور كانت افضل كل ما قوه الباور تمام كل عشان ايه تقليل ايه؟ الاس يعني يقلل الستاندرد ايرور اوف مين تمام كل ما نكبر السامبل سايز كل ما هيقل الستاندرد ديفيشن كل ما جاب الاس ام كل ما زاد الباور بتاع حاجه ثانيه الديترمايند فاكتورز الفا زي ما قلنا الفا الالفا دي 5% ولا 1% ولا 2% كل ما جاب الالفا كل ما كانت الباور كل ما يجي الالفا كل ما الالفا والبيتا زي بعض كل ما تجي الاثنين باور كل ما الباور يعني دول ايرور تمام طيب ايه تاني ممكن في الباور يبقى احنا ايه قلنا في حاجات اثر فيها الباور في حاجات تانية الفاريابيلتي بين الاوتكم اللي بيجيسمه هل الحاجات المقيسة دي الفرق بينها واضح كبير ولا ايه مقيس مثلا فرق قصور 2 من 10 و 1 من 10 ومش عارف ايه؟ واضحة دي؟ كل ما كان الحاجات المقيسة في فرق واضح بينها كل ما كان الباور افضل. تمام؟ نعم؟ لا لا بتكلم على الوحدات اللي انا بقيسها. وحدات القياس. يعني مثلا انا عايز ديتكت مثلا فرق حاجات مثلا لو نفترض انك تعمل تجارب مثلا كروماتوجرافي. لو انا عايز اقيس حاجات بالملي جرام اسهل ولا اقيس حاجات بالنانو جرام اسهل؟ بالملي جرام اسهل. دي قرارات اوضح يعني غير لما اقيس حاجات بالنانو جرام. كل ما يكبر في الكاونت اوف فاريبل اللي هو الاوت كم. الاوت كم اللي انا بقيسه. الناتج اللي انا بقيسه. كل ما كان في فرق واضح سايز اوف ديفرنس كبير بين الاوتكم كل ما كان اسهل في القياس كل ما كان باور بس اللي يهمني في القصه دي كلها عشان ما تخدوش نفسكم سامبل سايز دي اهم حاجه وبعدين سيجنفكنس الفا الفا اللي هي بي فاليو اللي هي تايب 1 ايرور دول كلهم زي 1 دي اكوميتها تساوي كام؟ 5% اقل منها تساوي 5% تمام طيب الحاجه الثانيه اللي هي البيتا ايرور
وهي تايب تو ايرور اللي هي بوينت 1 الى بوينت 20 انت بوينت 2 تمام. دي تزيد الباور زيد دول يجي له الباور تزيد واضح كده خلاص. ده ممكن يجي لك ام اس كيو ممتاز يعني من حاجات كتير فيها سهل. طبعا السامبل سايز كالكوليشن عشان محدش يصدع نفسه فيها داخليها على البرنامج في الكمبيوتر ولا سامبل سايز ده الصح اللي بيحصل في الجامعات. الدكتور يقول لك روح اعمل دراستك على كذا كذا واحد يعني مثلا يحط لك رقم وانت تشتغل عليه. بس هو اللي بيحصل الصح ان انا بروح بعمل حاجه اسمها بايلوت ستادي. يعني بايلوت ستادي بروح المستشفى واشوف الحاجه اللي حامل عليها الدراسه دي ايه الوضع بتاعها في المستشفى. هل في ممكن انا هعمل على حاجه معينه المستشفى دي مش شغال ما فيش حد بيجيها اصلا. مثلا انا بعمل مثلا على ايه سليبر هيومنج المستشفى دي ما حدش بيجيلها سليبر هيومنج. طب ما عنديش سامبل اصلا اشتغل مفيش بوبيوليشن اصلا عشان اقدر اعمل سامبل تمام. مستشفى مثلا هعمل اطفال المستشفى دي ما بتستقبلش اطفال. او عايز كبار سن المستشفى دي اساسا بتاع الاطفال مش هيجيها كبار سن يبقى انت ما عندكش بوبيوليشن اصلا. فانا دايما في السامبل سايز انا بروح اشوف الناس المرض اللي هيشتغل عليها. والناس طبعا في حاجه اسمها انكلوجن كريتيريا. يعني ايه انكلوجن كريتيريا؟ انا اللي هيشتغل عليهم صفاتهم كذا وكذا يعني مثلا من 18 ل 60 ده المرضى بتوعهم. يكون عندهم مثلا مرض لو هشتغل في مرض السكر عندهم مثلا سكر ايه نوع السكر مثلا تايب 2 مصاب بالسكر مثلا ليه 5 سنوات تمام وهكذا. في حاجه اسمها اكسكلوجن يعني لو عنده دي انا مش هشتغل عليها. عنده كانسر مش هشتغل عليها. مثلا وومن بريجننت مش هشتغل عليها. وومن فيدنج بترضع مش هشتغل عليها. رجال من 15 سنه واكثر من 60 سنه مش هشتغل عليها تمام. فانا بحط الكريتيريا بتاعتي وبروح المستشفى اشوف في فترة شهر مثلا ممكن انت فاتح مش شرط يعني اقعد انا ابص اشوف كام واحد دخل المستشفى في السنة دي من الحالات دي. طلع عندي مثلا 2000 3 4 5000 اكسكلود الناس دي الباقي دي البوبيوليشن بتاعي دخلوا على البرنامج وتدخلي السيجنفكانس الفا فاكتور هو 5% يطلع لك انت السامبل سايز بتاعت الكاسر تمام؟ طيب في حاجه قلناها ودي مهمه اللي هو الكلينيكال سيجنفكانس. قلناها كده بسرعه هنركز عليها تاني. الكلينيكال سيجنفكانس والستاتستيكال سيجنفكانس. ستاتستيكال سيجنفكانس فيرسس اللي هو الكلينيكال سيجنفكانس. قلنا معناهم ايه؟ الكلينيكال سيجنفكانس يعني بيعمل تغير طبي سيمتي بتاعته بتفي سكر يزيد سكر يقل الضغط يزيد يعني في تغير في الفارماكولوجي بيديني تغير في سيمتي عند المريض او السايز ده كلينيكال. مع انه احنا المفروض تخصص كلينيكال وان المفروض دراستنا في البورد كلينيكال احنا مالناش دعوه. طب ما هو طالما اصلا غير كلينيكال كده كده في الرسم هيتغير. طب ممكن نتيجه شانس ممكن نتيجه شانس او حاجه اسمها كونفاوندنج فاكتور يعني عوامل ثانيه غير اللي شغال عليها تمام. طيب الاستاتستيكال سيجنفكانس معناها ان انا لما اعمل استاتستيكال تيست يديني ما يديني زيرو ما يدينيش ايه؟ ما فيش زيرو يبقى ايه سيجنفكانس. ما فيش زيرو يبقى ايه؟ يبقى سيجنفكانس. لو جه زيرو يبقى ايه؟ نون سيجنفكانس. اي سؤال او مساله يقول لي فيها كلينيكال سيجنفكانس او افيش او مور افكت او ليس افكت مش دعوه. اي سؤال او اي كيس يجي في الخيارات بتاعتها الميديسن الدواء ده مور كلينيكال سيجنفكانس او ليس كلينيكال سيجنفكانس او مور افكتيف او ليس افكتيف خطا ماليش دعوه. واضحه دي؟ خلاص؟ طيب انا عشان احسن الباور عندي بزود السامبل سايز او ده الايه؟ الايرور ماشي؟ هنا طبعا بيقول لك لو انت البيانات عندك طلعت نون سيجنفكانس لو انا بشتغل وطلعت نون سيجنفكانس وبراجع السامبل سايز بتاعتي اشوف لو كانت سامبل صغيره براجع الايرور اللي انا حاطه الاستميت باور براجعهم بشوف الفاريابيلتي برضه في الاوبسرفيشن
راتب باخدها ليه؟ خلي بالك بينها كده. الحاجه بقى كده، لو معنى كلمه ان ستاتستيكال سيجنيفيكانت، لو انا طلعت ستاتستيكال سيجنيفيكانت ده مش معناه ان هو كلينيكال سيجنيفيكانت. انا بعمل البحث بتاعي طلع عندي كناحيه ستاتستيكال سيجنيفيكانت، ده مش معناه ان هو برضه كلينيكال سيجنيفيكانت. ممكن يغير بالعكس، بس دي لسه عشان تبقى ايه عارفه. طب ولو هو برضه نان سيجنيفيكانت دي برضه معناها مش معناها ان هو برضه نوت كلينيكال سيجنيفيكانت، يعني المعنى صح الاثنين دول في مرتبطين ببعض. يعني مش العكس يا دكتور، يعني كلينيكال سيجنيفيكانت مش يعني لو كلينيكال سيجنيفيكانت بديهي ويبقى ستاتيك، هو ستاتيكال سيجنيفيكانت خلاص. ستاتيكال سيجنيفيكانت doesn't not necessarily mean clinical significance. تمام؟ مش شرط ان هو لو ستاتيكس يبقى في الكلينيكال. الكلينيكال ده عايز تجارب على اوسع، كلينيكال ترايلز انت عايزها يعني ناس 5000 10000 طلعت المسجل. ايوه ده مش معناه ان الكلينيكال عامل ايه، شرط ان انت طيب. ولو طلع نان سيجنيفيكانت برضه مش معناه ان هو مش مهم. ده في نقطه يا دكتور، هو بقى في التطبيق العملي الكلينيكال سيجنيفيكانت يبقى اكيد هو مفترض انك انت عندي خطا في الدراسه وان كلامك مش نيه داخل. هو مفترض تاني الدواء لو طلع سيجنيفيكانت، لو انت شغاله كاستاتستيك طلع معاك سيجنيفيكانت ده مش معناه ان هو كلينيكال سيجنيفيكانت. لا انت بتعمل ايه كبتولدي اسمه هيبوس منيشن، يعني تحط كده عليك على اول طريق الدواء ده فيه امل. يعني هو ما يقدرش يقول ان هو كلينيكال سيجنيفيكانت الا لما يعمل كلينيكال ترايلز على حضرتك. في يوم في الشهر انا بدي فاهم يا دكتور، ممكن يطلع الاثنين ممكن يبقى ممكن يبقى اوكي بس منوت شو بس ايوه بس ايوه انا ما اجيش مثلا كده من غير ما اعمل تجارب بتاعتي اقول له خلاص ده طلع سيجنيفيكانت. يعني هو كده بيديني حاجتين في التجارب العمليه. ايوه هو ده النقطه، انك انت لازم تشتغل عليها. يعني هو لما يطلع ستاتستيكال سيجنيفيكانت هو كده معناه ان هو كلينيكال سيجنيفيكانت او نوت كلينيكال، مش شرط مش لازم. ولو طلع برضه نوت سيجنيفيكانت من ناحيه الستاتستكس مرميش الدواء واقول والله ده مش مهم. يعني هو ممكن يطلع نوت كلينيكال نوت ستاتستيكال سيجنيفيكانت ولما يجي يشتغل عملي يطلع كلينيكال سيجنيفيكانت، لانه ممكن يكون عنده خطا يمكن في التجارب او السامبلز اللي تحتك صغيره او في اي خطا في التجارب اللي انت عاملها. تمام؟ طيب هناخد كده شويه ايه؟ مثال كيس. تمام؟ دكتور ما خدتش رقم صح، بس معنى انك رقم صح حاجات سهله يعني حاجات بسيطه. انا مش هعرفك كل حاجه بس ايه هديكم حاجات مهمه. هنا بقول لك الريزلت في راندمايزد دبل بلايند كنترول كلينيكال ترايلز. طبعا السطر ده طويل، لما تاخد الكلينيكال ترايل تفهموا معناه ايه. تمام؟ الريزلت راندمايزد يعني انا باخد الناس عشوائي ما بختارش، باجي كده بقول مثلا ايه الارقام الفرديه حلو دواء ايه والارقام الزوجيه دواء ايه في الدفتر بتاع المرضى زي ما يطلعوا بقى. ده معنى كلمه الرندمايزر. دبل بلايند يعني لا المريض ولا الدكتور عارفين الدواء اللي بيستخدم في العلاج. انا باجي كده كشركه او كمركز ابحاث بجيب الدكتور اديله علبتين، واحده مكتوب عليها ايه واحده مكتوب عليها بي، واقول له ادي المجموعه دي دواء ايه والمجموعه دي دواء بي ولاحظ التغيرات اللي عليها. ده اسمه دبل بلايند. لا الدكتور عارف ولا المريض عارف. لو المريض بس ما عرفش ده بيسموه ايه؟ وان بلايند. لو الاثنين عارفين بيسموها اوبن ليبل. تمام؟ ممكن تبقى تريبل بلايند. ثلاثة ما يعرفوش. يعني اجي كجامعة مثلا اروح للمستشفى. دي المركز البحثي. اقول له خد دوايين دولة اديهم للطلبة عندك واشتغل عليهم كذا وكذا. لا المستشفى عارفة ولا الأطباء عارفين ولا المرضى عارفين. بس هو غريب ان الاطباء المفروض يعرف مين الدواء ومين الكنترول. هو مش عايز يبقى في هيعرف مين الافكت. هو مش عايز يبقى في بايس عشان البايس عشان البايس عشان هو مسجل بقى ما يقعدش ايه يخش في موضوع الاهواء بقى الشخصيه والبتاع من ده. طيب هنا ريزلت اوف راندمايز دبل بايند كنترول ترايلز It reported that difference in hospital admission rate between the intervention group and the control group 6%. The B value هنا 1%. ده أول حاجة ده 1% يعني إيه؟ أقل من 5% بس significant. تمام؟
The report concludes that there is a statistically significant difference between the group. تمام؟ Which one of the following statement is consistent with the finding and conclusion؟ يعني ايه الجمل دي المتناسق مع الاستنتاج والنتائج؟ أول حاجة الـ chance of making type 1 error. type 1 error اللي هو ايه؟ اللي هو ألفا. تمام؟ اللي هو الـ B value برضه. 5%؟ ايه احنا قلنا 1%. 1% خلاص. حلتها معانا. 1% الحل. راح 100 حل مش عندها بخيارات 5% ولا طيب ضغطت هاف انف باور الطيار ما فيهاش انف باور. اول حاجه هو الجمله تحت رقم بي دي ذا طيار ضغطت هاف انف باور. طب احنا هنعرف من فين الباور؟ الباور بتساوي 1 ناقص بي. 1 بي. طب احنا البيتا ما عندناش. هي 1 مش هي الالفا؟ هي الطيار هاف باور لان هي 5%. لا الباور بنجيبها 1 ناقص بيتا مش 1 ناقص الفا. البيتا هنا مش موجوده والسامبل سايز مش موجوده صح كده؟ يبقى هنا الجمله دي مالهاش لازمه معانا خالص. ماشي؟ اللي هي دي بقى اللي هي اللي هي الترايل لازم تهاف انف باور لان هو لو عايز يكلمنا على الباور كان جاب البيتا او جاب البيتا عشان نحسبها او جاب مين؟ السامبل سايز. تمام؟ طيب there is a high likelihood of having made a type 2 error. في احتمال كبير انك تعمل type 2 error. طب برضه ما ادناش اي معلومات هو عن البيتا عشان نعمل تايب 2 مش تايب 2. تمام؟ طبعا تايب 2 ايرور المقبوله بوينت 1 لغايه بوينت 2، لو جبنا بوينت 3 مثلا يبقى دي ايه التايب ايرور اللي هنا كبير باور بلاي. ماشي؟ يبقى الرقم دي اللي هي تشانس اوف ميكينج الفا ايرور 1%. الفا ايرور ما هو نفس البي فاليو. ماشي؟ واضحه دي؟ اعتقد انها سهله يعني. طيب السؤال الثاني يو ار ايفالويتنج ذا ريزلت and discussion of a journal club. يعني انت معاك كده بحث منشور في مجلة علمية وبتقيم ايه البحث ده. The article to present the performance resident at your institution. The randomized prescriptive control trial to evaluate the efficacy of a new control drug for asthma. The primary endpoint was the morning forced severity volume اللي هو بيسموه ال FEV1. FEV1 ده خط الانتربولاتري ان هو بيجيب كده ينفخ كده في الجهاز لمده ثانية واحدة قوة الاندفاع بتاعت الهواء دي في مدة ثانية. تمام؟ فهنا تو جروبس سبجكت من اندومن مجموعة فيها رجالة ومجموعة فيها حريم. The difference in FEV1 between the two groups was 15%. 95% confidence 10% إلى 21%. تمام؟ واضحة دي؟ إن هو معاه عندي مجموعتين، مجموعة ومن ومجموعة من، وعمل لهم إيه إداهم دواء جديد، وشاف الفرصة طلعت 15% الفرق بين الاثنين، المجموعة خدت علاج والمجموعة ما خدتش علاج، نسبة 95% الكونفدنس الانترفال الكونفدنس انترفال من 10% إلى 21%. أول حاجة دي سيجنفكت ولا سيجنفكت؟ من 10% إلى 21%. سيجنفكت لان ما فيهاش زيرو. ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش زيرو. طيب بالنسبه للخيارات اللي هو جايبها ويز اوت ذا ريبورتنج بي فاليو. لو احنا البي فاليو مش موجوده تمام نقدر نعرف الكوندكتنج ويزر ذا ريزلت ستاتيكال سيجنفكت؟ يعني هل احنا عشان نعرف ان ستاتيكال سيجنفكت تكون بي فاليو موجوده؟ لا احنا عرفنا مش عارفين نجاوب على السي اي موجوده. ايوه لو السي اي السي اي موجوده لو دي تغني عن مين؟ عن البي عن البي فاليو. اوكي؟ طيب الحاجة الثانية there is a statistical significant difference between the mean and the mean. في statistical significance لأن البي فاليو أقل من 5%. تمام؟ طيب اللي بعديها في statistical significance على البي فاليو أقل من 1% ولا ما فيش statistical significance من أصله؟ هو أنا عندي البي فاليو؟ مش عندي 95%؟ 95% دي الباقي منها كام؟ 5%. يبقى الفا قيمتها كام؟ 5. الفا اللي هي مين؟ هي البي فاليو. احنا عندنا اللي هو ده اللي هو السيجنفكنس فاليو 95%. اه دي السيجنفكنس. الالفا ايرور هنا كام؟ 100 ناقص 95 تساوي 5%. ده اللي هو يساوي ايه؟ البي فاليو
اللي هي 5 من 8. يعني الالفا هي اللي بيبان؟ احنا قلنا الالفا. الالفا ايرور هي نفسها تايب 1 ايرور هي نفسها ايه؟ بيبان. بس بتستخدم بين الناس اكثر بيبان. الحاجة الثانية احنا قلنا سيجنيفيكانس برضه انه السي اي كونفدنس بتبقى فالزيرو. فالإجابة هنا عندنا رقم كام؟ بي. اوكي؟ طيب. ان ايرلي فيس كريتال ترايل. نعم. ليه مش سي؟ لأن هنا جاي لك واحد مني عشان هي 95%. لو قال لك 99% كان بيجي سي. لو قال 99% كان هيبقى البي فاليو قيمتها 1 من 10. لو كانت 99% كان بيجي سي. اوكي؟ طيب an early phase clinical trial of 40 subjects هنا sample size مدانا 40 تمام was designed to evaluate a new drug known to increase the high density level protein cholesterol اللي هو ايش كوليسترول النافع HDL concentrations the objective of the trial was to compare the new drug ability to increase HDLC with that of lifestyle modification هو المجموعة هيديها الدواء ومجموعة هعملها هي الكنترول لايف ستايل يعني يعمل رجيم ما ياكلش دهون بالكلام ده طيب at the beginning of the study في بداية الدراسة كان المين بيز لاين يعني القياس اللي كان عليه بدأ منه كان 37 ملي جرام بير ديسيلي ده القياس بتاع اتش دي دايما تمام in the active control group and 38 في النيو دراج جروب يعني المجموعة اللي هتاخد الدواء كان عندها الكوليسترول الهاي 38 ملي جرام بير ديسيلتر والمجموعة اللي هيعملها لايف ستايل دي كانت 37 بعد 3 شهور من الدراسة تمام لقي ان ال اتش دي ال في الكونسنتريشن بيجي 44 ملي جرام في الناس الكنترول وبيجي 49 في الناس اللي خدت الدواء يعني زاد في الاثنين ناس عملوا كنترول وعملوا على لايف ستايل بيجي ايه 44 هو في البيزل البيزل اتش دي ال سي تمام الناس اللي هم شغالين على الكنترول لايف ستايل كام 37 تمام بعد 3 شهور after 3 months بيجي 44 ملي جرام بير ديسيلتر طيب الناس اللي شغالين على النيو دراج كام 38 بعد 3 شهور 49 ملي جرام بير ديسيلتر السامبل اللي واخدها 40 سامبل ده سامبل ال سامبل سايز 40 40 و40 تمام طيب الداتا المعلومات اللي جبها لنا دي هل البيريور الفا البيريور الفا اللي هو الفا سيجما اللي هو الخطا معامل الخطا البيريوري يعني محدد مسبقا كلمه بيريوري تمام كان اوف ليس ذان بوينت 1 وود هاف ميد ذا ستادي مور كلينيكال ليه طيب اول نقطه دي كده تنفع ولا ما تنفعش بس هم 40 و99 يعني عايز باور اعلى من الاول طب اول حاجه كلام منها صحيح بس احنا عايزين نفهم المقدار اللي بيحطها هنا لو احنا بصينا كده عشوائيا هنقول والله دي مور سيجنفكت صح؟ اللي زي 49 ده 44 تمام؟ طيب اول اختيار جايبه لك بقول لك البيريوري الفا بيريوري الفا اللي هو السيجنفكتس الفا اللي هي البي فاليو نخليها 1 من 10 عشان يبقى مور سيجنفكت لا مع كده كلينيكال اول كلمه حاجه كلمه كلينيكال يبقى احنا مالناش دعوه بيها خالص يبقى خطا تمام الحاجه الثانيه 1 من 10 لا ده احنا بنقول ان سيجنفكت 0.5 كده زودناها بضعف 0.1 يعني 10% يبقى ايه هيقل الباور مش هتزيد الرقم بي ذا نيو دراج اند اكتف كنترول ابير تو بي ايكوالي افكتشوس ان انكريز انسيدنت هما الاثنين ليهم نفس الكفاءة في رفع الاتش دي ال. هما أولا في الأرقام مختلفة، ثانيا هو قال ايكوالي افكشوس، احنا قلنا كلمة كلينيكال افكشوس أو ايكوالي افكشوس، أي حاجة تتكلم عن الكلينيكال أو الافكاسي، الاثنين دول احنا مالناش دعوة بيهم. The new drug is better than lifestyle modification.
بيتر برضو نفس الحكايه، تخش تبع ايه؟ تمام، يبقى الثلاث ما ينفعوش. This study is potentially underpowered. يعني هي underpowered، يعني underpowered يعني السامبل سايز بتاعها صغير. underpowered يعني القوة بتاعتها قليلة، عشان ازود القوة بتاعت الدراسة ايه؟ ازود السامبل سايز. طيب، السؤال اللي بعده. An investigational drug is being compared with an existing drug for the treatment of anemia. عندنا في دواء جديد تحت الفحص يعني investigational بيتقارن مع دواء قديم بعلاج ايه؟ انيميا. البيشنت عندهم كرونيك كيدني ديزيز. طبعا اي واحد عنده كرونيك كيدني ديزيز بيبقى ايه؟ انيميا. لان هو بيحصل له نزيف. حاجه ثانيه البروتين في الـ في الـ في البول مارو بتاثيره على البول مارو بيقل، الريفرنس البروتين من الكيدني بيقل. فبيبقى الانيميا اصلا بيبقى انيميك محتاج علاج، ولو بيعمل غسيل كده بيحصل نزيف في الغسيل. في النفرولوجي المفروض الحاجات دي تبقى توصيل يعني. The study is designed to detect a minimum 20% difference. احنا عايزين نشوف فرق 20% بين الدوائين. The response rate between the group F1 exit with a value of alpha يعني هو الـ D value 5% or less. The investigation are not clear whether the 20% difference between response rate is too large a difference and think a smaller difference may be more clinically meaningful. In revising their study, they decide they want to be able to detect a minimum of 10% difference. نجد الكلام ليه؟ نشوف فرق 10%. نسيب نرغي العدد كله خالص. Which one of the following chain two study parameter is most appropriate. مين افضل حاجه في عشان نعملها عشان نحسن الباور بتاعت التراسي؟ ده مفهوم الكلام. تمام؟ هل نزود السامبل سايز ولا سيلكت الفا الخطا يكون 1 من 1000؟ 1 من 1000 اللي هي كام؟ يعني 99.9%. تمام؟ هل اكت اوف فور ستيكال سيجنفكانس ولا سيلكت الخطا يكون 10% ولا ديكريز السامبل سايز؟ مش ديكريز بالبنكريس. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه احنا لو اخترنا اللي هو الواحد من 1000 اللي هي جاب الدكتور نرمين، لو اخترت انت 1 من 1000 هيبقى 99.999. ده انت معناها ان لو مسافه عندي 10000 مريض على ده 9000 وشويه. وطبعا ده استحاله من ناحيه السامبل سايز. تمام؟ ولو خليناها 0.10 ده كده بتقلل الباور بتاعتها. بتقلل الباور مش بتزودها. لان هو واخد 5% فوق. فانت هتاخد 10% وانت بتقلل الباور. يبقى الاجابه الصحيحه ان احنا من ايه؟ نزود سامبل سايز. دايما هو لما يجي لك في نتكلم على الباور ابص على ثلاث حاجات. سامبل سايز انها تزيد. يا اما ابص على الايرور. البيتا ايرور هو غالبا ما بيتكلمش عنها. بس لو جيب لي مثلا بيتا ايرور مثلا 0.3 فوق جاي تحت خيارات مخليها 0.2 او 0.1 او بين 1 و 2 يبقى كده هختار دي. طيب هنا مثلا هو لو عكسها لو جاب لي فوق البريور البريور الالفا البريور الالفا ده اللي هو الالفا سيجما ده اللي هو في بالك هو جايب فوق 5% يعني 0.05 لو هو فوق جاب 0.1 جاء تحت يعني مثلا كان جاب 0.1 جاء تحت قال لي هخليه 0.5% كان كده صح كان مش الحال. تمام؟ فهنا هنحل السؤال ان انكريز السامبل سايز. تمام؟ طيب هنا سؤال بيقول لك كلينيكال ترايل انرولينج 60 سبجكت يعني هو خد 60 ايه مريض ايفالويتد ا نيو ليميت لورينج دراج كومبيرنج اتس افكتيفيتي
65 عايز يقارن ايه اللي هو يخفض نسبه الهرمون او الليبيد لورين دراج كومبيرنج اتس ابيليتي تو انكريز ذا لو دنسيتي ليبيد اللي هو ال دي ال كونتراين تو ذات اوف لوفاستاتين. يعني هو عندي لوفاستاتين بيتقارن مع ايه ده وجزيت at the beginning of the trial the mean baseline low density lipoprotein concentration كان 190 in the low fostatin group كان 193 in the investigational agent group at the end of the 4 months trial mean low density lipoprotein concentration انخفض ل 150 و 165 في المجموع. البي فاليو هنا comparison was 0.09 احنا عندنا مجموعتين تمام، مجموعه فيها لو فاستاتين مجموعه نيو دراج 190 ده كان 190 بيزل ده كان كام 193 ده بيجي كام 152 وده بيجي كام 165 صح كده. ال بي فاليو 9 مليون يبقى هي 91. احنا المفروض تبقى كام؟ 5 مليون او اقل او اقل. يبقى ده كده ايه؟ مظبوط نصب 5 مليون او اقل. 5% او اقل. البي فاليو المفروض اقل من او تساوي 5 مليون. طيب هنشوف الخلاف قدامنا. Further discussion of power would be necessary to draw meaningful conclusion. هل احنا المفروض نناقش الباور بتاعت السائل؟ الباور معناها سامبل. السامبل دي ممكن تكون صغيره. طيب نشوف الحاجات الباقيه. اللو فاستاتين لغايه احنا مش عارفين الحل فين ماشي. اللو فاستاتين and the investigational agent appear to equally efficacious. الكلام ده equally efficacious ما كملش جرايه اصلا. خلاص؟ يبقى ده من الجوابين. اللوفاستاتين and the investigational agent could be used interchangeably. يعني الاثنين يستخدموا بالتبادل مع بعض، مره يستخدم نوم ومره يستخدم نوم. برضه الكلام ده معناه كده ان هو قرر ان هم زي بعض بالظبط. ده معنى كلامه. فقال لك خلاص ده ياخد ده يوم وده يوم او ده اسبوع وده اسبوع. يبقى ده برضه مالهاش لازمه. طيب اللوفاستاتين and the investigational agent could be used in an periodic assignment of P less than 0.1 would have made the study more clinical useful. اللي هو الخطأ الألفا اللي هو البي فاليو البيريوري أساين يعني الذي الخطأ الذي حدد مسبقا البي فاليو لما تكون أقل من 1 من 10 تمام would have مين ذا ستادي هتخلي الستادي بتاعتنا دراسه مور كلينيكال يوسفول مور كلينيكال خلاص يبقى على فكره بي وسي ودي الثلاثه خطا يبقى رقم ايه اللي هو راجع الباور تحت الدراسه هو الاجابه الصح. في حاجه يا دكتور في التبادل اللي بيعملوها مثلا ايه انا الدواء بتاعي معايا هو اديت المجموعه ايه والدواء الثاني اديت المجموعه بي ماشي لمده اسبوعين شكلت كان بعد الاسبوعين رحت اعمل فطر كتير وقبل حتى ما الدواء ياخد من الجزء وبعدين رجعت عامله تاني رحت مديها الدواء لما كنت مديها المجموعه اديته بي اعكس بقى وعشان جبت الريزلت من جديد بدل ما اجيب ناس تاني من بره ده اسمها كروس اوفر ستادي. ايوه هي دي مش دي برضه بس دي مش دايما تنفع دي اول حاجه تمام. ليه؟ لو في ناس بتدخن سجاير او مدمن هيروين مثلا انا عملت له علاج لمده شهر شهرين وخف انا بشوف الايفكت بتاع دواء بيعالج الادمان بعد ما هو خف اروح انا اخليه يدمن من جديد صح عشان اديله الدواء تاني دواء نقطه تانية في حاجات مثلا زي الامراض النادره او زي الحاجات اللي محتاج مثلا اعمل له بعالج السيريبرال هيموريج الدواء ده بيعالج السيريبرال هيموريج بيعالج نزيف المخ هو خف خلاص هروح اعمل له نزيف مخ تاني عشان اشوف الدواء الايفكت بتاعه مره تانية عليه يعني هو اخد دواء ايه عشان يعالج السيرو خلاص هو اتعالج وخف الحمد لله وعايز اجرب الدواء بي هروح بقى انا خبطه على مخه ولا اعمل له اي مصيبه عشان اكيد مصيبه هونج واروح مديله الدواء الثاني ففي الكروس اوفر ميزتها ان بيشيل الكونفاوند فاكتور يعني بيثبت اللي عندي بيثبته هو نفس الانسان لان برضه انا صعب اجيب مثلا 50 دواء بجرب مثلا دواء بتاع
الناس مثلا، تمام؟ اجيب 50 ست في المجموعه دي زي بعض بالظبط، و50 زائد 6 في المجموعه دي زي بعض بالظبط. نفس الطول، نفس الوزن، نفس الجينات، نفس الشخصية، ده استحالة. فأنا عشان كده بروح إيه؟ أخذ المجموعة هي نفسها. وأخدم عليها لاج، وبعد مثلا فترة اسمها ووشنج أوت، تكون طلعت الدواء من الجسم، طالت أثرت، أديها العلاج التاني. بس ده ما ينفعش كل حاجة، ينفع في الحاجات الخفيفة يعني، حاجات الخفيفة. طيب، هناخد كده إيه؟ خلصنا؟ ناخد كمان مثال كده حتى. واحد بس. ماشي. مش عايزين شر؟ خلاص كويسه فعلا بسبب المعلومه. طيب ده برضه في دوريين ستادي ايفالويتد ذا كلينيكال اوت كام اسوشيتد ويز سويتشنج بيشنت. واحد كان بياخد ورفرين، ورحنا من ايه؟ ورفرين بتاع ايه يا شباب؟ رحنا مشفتينه على دواء ثاني جديد، تمام؟ وخدنا البيانات بعد سنيوم بعد ثلاث شهور ريتروسبكتيف. يعني ريتروسبكتيف يعني يعني ريتروسبكتيف يعني هما يعني الاثنين عكس بعض. ريتروسبكتيف ستادي يعني انا باخد البيانات من حاجات قديمه، ببحث في الماضي. انا بدات دراسه الحين بس بشوف الدفاتر القديمه. البيشنت ده ممكن يكون مات، ممكن طلع من المستشفى، ممكن ربنا شفاه. انا باخد الفايل بتاعه واخد الحاجات المعلومات اللي عايزها. بروسبكتيف يعني انا التيم ده في الدراسه بقول بقى اتابع المريض لغايه ما ربنا يشفيه ولا يموت او فتره الدراسه، تمام؟ ده الفرق بينهم. فهو بعد 90 يوم خد حاجه بروسبكتيف. المهم ليه ايه؟ انه طبعا الدراسه المعموله على 2299 واحد، فدي برضه معناها ان يعني حكايه الباور دي خلاص يعني اعتقد انها كويسه. نعم. البي فاليو بالنسبه للاي ان ار البروسبكتيف تايم بتاع بيفور سويتشنج افتر سويتشنج. بيفور افتر سويتشنج دي معناها ايه كده؟ نومينال داتا. بيفور افتر نومينال داتا، تمام؟ الثلاثه سواء الاي ان ار مين والوفرين دوز مين وال ان ار تحت بروسلوبين كلهم طبيعيين الدي فاليو بتاعتهم اقل من 5%. يبقى ده ايه؟ السيجنفكت كله. ما عدا واحده بس اللي هي الكومبليكيشن ريت. يعني ايه كومبليكيشن ريت؟ يعني المشاكل اللي بتحصل للبيشنت مقارنة اثنين ببعض طالعة 0.21 بي فاليو. يبقى دي ايه؟ نون سيجنفكت، تمام؟ طيب السؤال بيقول ايه؟ بيقول بعد ما طبعا جايبين جدول جايبين فيها النتائج بتاعة الدواء القديم والورفرين والدواء الجديد. اوكي؟ خلاص كده. لا مش خلاص الاونلاين قفل؟ طيب ماشي، واحنا خلصنا وداخل مثال. هنا ايه؟ قلنا احنا المقارنات كلها اللي جايبها لك هو طبعا عاملين جدول كده. كويس؟ جايب لك هنا الورفرين، وهنا الدواء الجديد، هنا افتر سويتش بيفور، هنا افتر سويتش. جايب لك هنا البروسلوبين تايم. البروسلوبين تايم. جايب لك هنا الاي ان ار. جايب لك هنا الايفكت، جايب لك هنا الكوميونيكيشن. هنا جايب لك اعداد وهنا اعداد، ما علينا الاعداد ايه؟ خلاص؟ بس المهم ان ايه؟ البي فاليو. هنا جايبها اصغر من 0.5 وهنا اصغر من 0.05 وهنا اصغر من 0.05 وهنا جايبها اصغر من 0.21. يبقى ده سيجنفكت، ده سيجنفكت، ده ايه؟ ده سيجنفكت، تمام؟ فهنا بيقول لك زيروز اكلينيكال سيجنفكتس اول خيار. خلاص جالي كلينيكال سيجنفكتس يبقى احنا ايه؟ وفر علينا الوقت بتاع القراءه. The leader can have confidence in the reported complication rate because the larger number of patients. هنا الكومبليكيشن اللي هو جايبها نان سيجنفكتس بيقول لك الليدر القائد اللي هو هيدرو البحث هيكون عندي ثقه في النتيجه دي عشان السامبل كبيرة 2291 سامبل مهما كبرت لو واخد مليون وطلع دي نان سيجنفكتس خلاص يبقى مفيش ثقة خلاص يبقى نت كونفدنس. في statistical significance difference in the mean of INR. في INR اللي هو هنا طلع دي اقل من 5%. يبقى في statistical significance يبقى دي صح. هنا الكليشن الناس اللي مسؤولين في الكلينيكال should always use brand name warfarin. لازم دايما يستخدم warfarin.
ده برضه قرار كلينيكال. تمام من التعريف. خلاص؟ ايوه هي لسه. طيب نكمل حبه ولا نقف؟ كده احنا معانا ان شاء الله المحاضره الجايه. لو اي حد عندي اي سؤال اي استفسار اي حاجه مشغوله راح في البيت كده وطلعت في نص افكار جديده كده. تمام؟ بس اهم حاجه المحاضره تنزل على طول لان الدكتور بيسال المحاضرتين الاخرانيين ما بيسالوش. بص على فكره نفس المحاضره نفس الكلام. لا بس لا بس ولا انت برضه عشان قلته يعني انت الكتاب لا انت الكتاب عشان يبقى مشاهدته كويسه وفن لازم اسمع شرح تاني. ما هي المشكلة مش كده، المشكلة إن أنا اليومين دول أساسا مش موجود في اسكندرية. الزقازيق على هنا على أحمد سويس على التالتة كلها. عايزين ناخدك سايد شوية. اللي فاتوا صعب هو بص أهم حاجة أنتوا تبقوا في مذاكرة يومية. هو ده اللي تشد كده مرة واحدة وبعدين تروح يا راشية كده. لا بالعكس هو المذاكرة محرر عشان زي ما قلت لكم اللي هتسجل فيكم ان شاء الله حاول تختار معاد متاخر. من الاخر كده في طلبه بيختاروا الامتحان في الاول بصلاه بس. صباحكم مساء. ها؟ سجل بجد والله؟